كارثة بيئية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وكالة سانا التابعة لأعلام أسد أعلنت من يومين عن تسرب الفيول من أحد خزانات المحطة الحرارية ببانياس للبحر. رئيس نقابة عمال الكهرباء باتحاد عمال طرطوس داود درويش أكد أنه الخزان كان مملوء ب 15,000 طن من مادة الفيول وأنه تم السيطرة على التسريب بحسب قوله. خلونا نشوف مشهد لشواطئ بانياس بعد ما تحولت مياه المتوسط على هذا الشاطئ لبقعة سودة كبيرة من الفيول. محاولات أعلام أسد على إظهار أنه الأمر تم السيطرة عليه فشلت بعد وصول الفيول لمدينة جبلة اللي تبعد عن بانياس أكثر من 20 كيلومتر. خلونا نشوف مع بعض الشاطئ بجبلة كيف صار. الأستاذة بالمعهد العالي للبحوث البحرية الدكتورة أزدهار عمار قالت لموقع سناك سوري المحلي أنه تأثير التسرب النفطي ممكن يمتد لأيام أو أشهر أو سنوات، وأكدت أنه لازم يتم إيقاف عمليات الصيد بالمنطقة اللي وصل للفيول. تخيلوا توقف الصيد ببانياس وجبلة، الموضوع كارثي على الصيادين اللي البحر هو مصدر دخلهم الأساسي ومو محدد لأمتى هاي الكارثة رح تستمر. لهيك صار في غضب كبير من أهالي ساحل سوري انعكس بتفاعلهم مع فيديوهات هالكارثة البيئية. خلونا نشوف شو قالوا. تعليق من أبو الليث بيقول من زمان عم يتسربوا مطنشين من الأخير عملوا له مجرى على البحر وكل يوم عم نتصبح بالفيول بالبحر من محطة من أكثر من 3 سنوات ونفايات النفط على البحر وما حدا عم بيحرك ساكن. المتضرر الأكبر هو الصياد، لقمة عيشه الوحيدة. أما محمد فعم يقول دمروا الثروة السمكية ودمروا الشط وكله هذا بسبب الاستهتار وعدم الصيانة. تعليق من علي بيقول يجب محاسبة المسؤولين، دائماً بيقولوا أنه ما في فيول لتشغيل محطة توليد بانياس والآن الفيول يصل إلى شواطئ جبلة. أما أمل فقالت خزنتون وحرمتونا نتنعم فيهم بالكهرباء وعلى أساس ما عنا وفي نقص، راحوا بالبحر وبالأطنان. أما فادي فعم يقول طيب شو وضع قسطة للمجاري اللي عم بتصب البحر بكورنيش اللاذقية؟ ما في كارثة هون ولا عادي؟ ولا المجاري نظيفة وما بتلوث مثل النفط؟ صحيح ليش عنا نفط؟